حضرتي هنا استاذ ما كاينش ما كاين اللي قالوا لي والو استاذ مشبر ربعسني ربعسني مشبر ومضرب من زرقتني ماشي المؤسسة يقري واش هذا استاذ اداره من هضرنا مع خاطر حنا ما عندنا والو خرجت المسؤوليه من يدها ولا ولا ساعات كيسكتوا راه طالعين ثلاثه البنات وحده ما معدينا شي حاجه وحده ما كتهضر العيال بزاف تاعهم ما كاينش شي بنت في المدرسه ما تاداتش كلشي تادا ملي تاني تهضر كتقول لك وانا ما عندي ما نقي ملي تدخل لداخل وحتى دابا من ولا لا اجي كتقول لي ديال لا ما بقاش واش هاد والدي ما كاينين ني ولي امر ني والو ما خصني ما كاينش بنت ما خصني نقول لهم طلعوا معنا قال لك لا اجي اجي وانتم ما كاينش تلميذات كيخليهم عنده في القسم التلامذ كيقولنا ضربوا دورة الغيبة ما تتممش انتكم احسن نقطة هذا استاذ هذا قال لك غيتاخذوا مع اجراء غينقلوها من هذه المؤسسة ما خصناش يتنقل من المؤسسة الى تنقل من المؤسسة كاين بنات في المؤسسة اخرين حتى هما بحق خوتنا وعندهم هنا خوتهم ما خصناش يدوهم مؤسسة اخرين يعمل نفس المنظر هذا الشيء